السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. معانا النهاردة مع تالت فيديو بعنوان Network Cookies Part 1. هنتكلم النهاردة في الفيديو ده عن شهادة الـ CCNA Routing and Switching. هنتكلم عن الفروقات ما بين الراوتر والسويتش، وهنتكلم عن الامتحانات اللي أنت مطالب إنك تعديها عشان تاخد شهادة الـ CCNA Routing and Switching. بداية يا جماعة، بصوا، منهج السي سي ان راوتنج سويتشنج ده يعتبر المنهج المثالي في بداية أي واحد في دراسة الشبكات، يعني أي واحد ما يعرفش أي حاجة على الشبكات وعايز يخش يقتحم مجال النتورك، أول حاجة لازم يدرسها هي السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. طب اشمعنى؟ راوتنج الراوتر والسويتش يا جماعة هو يعني أول يعني الجهازين اللي هو راوتر والسويتش دول اللي بتبني عليهم النتورك كلها، يعني دي يعتبر الانفراستراكشر أو الأساسات اللي بتبني عليها أي نتورك. اوكي، منهج سيسكو في ال ان اي راوتنج سويتشنج منهج مثالي جدا، لانه بيأسسك صح وبيعلمك صح، وكذلك بيديك سيناريوهات عمليه. يعني سيسكو في تصميمها للمنهج مدياك سيناريوهات عمليه من الواقع السوق، تمام، انك تتدرب عليها كويس، تعرف السوق ماشي ازاي، تمام. فدايما انا بقول ان المنهج سي سي ان راوتنج سويتشنج ده افضل منهج انت تبدا بيه. وممكن واحد يسالني في حاجه برضو، يعني يقول لي يا احمد، هو انا لو جيت درست السي سي ان راوتنج سويتشنج، هو انا مش بدرس اجهزه سيسكو بس؟ اقول لك ايوه. تقول لي طب تمام، افرض انا نزلت في شغل لقيت النتورك بتاعتهم متصممه على راوترات وسويتشات لشركه تانيه غير سيسكو، على سبيل المثال لجونيبر او اتش بي او ثري كام او لينك جير، ما دي شركات تانية بتصنع راوترات وسويتشات. افرض انا لقيت راوترات وسويتشات بس مش سيسكو، يعني انا ساعتها هتصرف ازاي؟ اقول لك ان السي سي ان اي راوتنج سويتشنج بتديك كونسبتس تنفع لاي شركه، يعني تنفع لاي برودكت بتصممه اي شركه. يعني الكونسبتس اللي انت هتاخدها في الراوتنج اند سويتشنج هي الكونسبتس اللي متصممه عليها راوترات وسويتشات اللي بتعملها الشركات التانية. كذلك في الفويس، لما تيجي تدرس في الفويس، الكونسبتس اللي انت بتدرسها في السي سي ان اي فويس ساريه على كله، يعني ساريه على اي فيندور انت هتلاقيه، اي برودكت عاملها فيندور تاني غير سيسكو هتلاقي الكونسبتس دي هي، ولكن بتختلف فقط في اسلوب الكونفجريشن. يعني طب السي سي ان اي سويتشنج انت بتدرس كونفجريشن الراوترات والسويتشات، تمام؟ طبعا بتاخد كده بعض المفاهيم، بعض المبادئ عن السيرفرات، الكلام ده كله. بس احنا طبعا تركزنا على الراوترات والسويتشات وازاي تعملها كونفيجريشن. الراوترات والسويتشات ايه؟ الراوترات والسويتشات سيسكو، ولكن بدرس لك بناء على كونسبتس ايه؟ هل سيسكو؟ لا، كونسبتس عامه، تمام؟ طيب، اخر ملحوظه قبل ما اطلع السلايد الثاني، ان منهج سي سي ان راوتنج سويتش يا جماعه مش عشان هو منهج يعني بيقولوا كده ده سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيي، يعني منهج كده بمبادئ، هو ما بيدكش مبادئ، هو منهج دسم جدا. يعني منهج سي سي ان راوتنج سويتشنج منهج دسم، وكذلك فعلا بيديك دفعه قويه جدا جدا انك تكون ماستر في النتورك. اوكي، تقدر تطلع من يعني وانس ان انت درست سي سي ان راوتنج سويتشنج، تقدر تدخل في تراك الفويس، تقدر تدخل في تراك السكيورتي، تراك السيرفرات، تقدر تطلع اللي انت عايزه، تقدر تكمل في سي سي ان راوتنج سويتشنج، تقدر تطلع اللي انت عايزه، وكذلك بيعلي فرص قبولك في اي شغل انت عايز تقدم عليه. اي نعم، اي نعم، يعني للامانه سيستم، يعني سيستم الشغل الشبكات عموما بيقول لك ان انت لو خدت سي سي ان اي راوتنج سويتشنج بتروح تقدم في شركه، فانت مش راجل فريد من نوعك، يعني في ناس معاها سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، ودي شهاده برضو، يعني دي تعتبر اول حاجه انت درستها، لازم تدعم او تسبورت الشهاده دي بشهادات ثانيه، سواء انت عايز تكمل في تراك الراوتنج سويتشنج فتاخد بعد الان اي سي سي ان بي راوتنج سويتشنج، سي سي اي راوتنج اند سويتشنج، او تدخل في تراك البويس او السكيورتي او السيرفرات اللي انت عايزه. بس انا عايز اقول لك هي اي نعم بتعلي فرص عملك، ولكن مش كافيه، مش لوحدها، مش لازم، يعني ما تاخدش عليها وتقفل عليها، لازم برضو تكمل لانك تطلع لمستويات اعلى. ايه الفرق ما بين الراوتر والسويتش؟ طيب الراوتر يا جماعه، انا لا اعني بالراوتر الموجود عندك في البيت. الراوتر الموجود عندك في البيت ده عباره عن حاجه اسمها كومباكت سوليوشن. الراوتر الموجود عندك في البيت عباره عن راوتر زائد سويتش زائد اكسس بوينت زائد مودم ريجوليتر، تمام؟ فانت الراوتر اللي عندك ده مش راوتر، اسمه كومباكت سوليوشن.
اما بقى لو انت عايز تتنقل في الانتربرايز ماركت، يعني الشركات بقى الكبيره، النتورك ايه اخبارها فيها؟ الراوتر راوتر، السويتش سويتش، تمام؟ يعني السويتش وظيفته ان هو بيربط الاجهزه مع بعض، سواء اجهزه كمبيوتر او كاميرات مراقبه، في انه يكون حاجه اسمها لان، كرييت اللان. اللان دي لوكال اريا نتورك، يعني شبكه محليه. الراوتر بيكون حاجه اسمها وان. ايه هي الوان؟ الوان دي عباره عن لانز متربطه مع بعض. تاني، الراوتر عباره عن لانز متربطه مع بعض. طيب لانز يعني لان ولان ولان ولان، واللان الواحده دي عباره عن ايه؟ سويتش مربط اجهزه مع بعض. ها، حد لسه يعني وصلت له الفكره؟ تاني، السويتش بيربط اجهزه مع بعض بيكون لان. عشان اربط لان بلان ده بالراوتر، بيكون لي حاجه اسمها وان. اوكي، طبعا راوترات وسويتشات سيسكو، لو انت حتى بقى يعني دورت كده في اسعار راوترات وسويتشات، وعموما البرودكتس بتاعت سيسكو دي اعلى سعر في السوق كله، في العالم كله هي اعلى سعر، ومع ذلك اعلى نسبه مبيعات. ليه؟ لان الشركه بتكون اوير قوي، اوير قوي ان هي لازم تقلل احتمال ان النتورك بتاعتها تكون فيلير. تاني، اي شركه بتفكر الف مره قبل ما تشتري الاجهزه، ما بتحطش في اعتبارها هل الجهاز ده غالي ولا لا، هي بتحط في اعتبارها هل الجهاز ده هيحقق اعلى ستابيليتي، استقرار في النتورك بتاعتي، واعلى بيرفورمانس، اداء في النتورك بتاعتي ولا لا. ليه؟ لان لو حصل اي فيلير في النتورك المؤسسه اللي عامله الشبكه بتاعتها، لو حصل اي فيلير فيه طبعا ده بيجي بيخسر المؤسسه. مثلا انت عندك بنك مربط اجهزه مع مربط مثلا كاميرات مراقبه بالسويتش اللي انت شايفه قدامك ده، اوكي، نتخيل السويتش ده عطل، وقع، وقف، تمام، هل كاميرات المراقبه دي هتشتغل؟ مش هتعرف، يعني كاميرات المراقبه كلها هتقف. اوكي، فانت دي حاله، دي يعني سويتش وقف، يعني دي حاله بتحقق عندك ان النتورك حصل لها فيلير، بقت داون، تمام. فطبعا اي مؤسسه بتهتم جدا 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 بجوده السويتشات والراوترات او البرودكتس اللي بتبني بيها النتورك بتاعتها، طبعا ده بغض النظر عن سعرها. اوكي، المهم ان هي تحقق اعلى ستابيليتي، اعلى بيرفورمانس. طيب ازاي تبقى اساسي ان النتورك سويتشنج سيرتيفايد؟ عندك نظامين، في نظام انك تخش امتحان سي سي ان اي اكس اكسلريتد، الكود نمبر بتاعه 2120. الامتحان ده انت لو اجتزته تبقى معاك سي سي ان راوتر سويتشنج. في نظام تاني اسمه اي سي ان، اسف جدا، في امتحان نظام امتحان تاني اسمه اي سي ان دي 1. طيب ازاي تبقى سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج سيرتيفايد؟ عندك نظامين، نظام انك تخش امتحان اسمه سي سي ان اي اكس، اكس دي اختصار لاكسلريتد، الكود نمبر بتاعه 2120. وعندك نظام نظام تاني انك تخش امتحانين اي سي ان دي 1 100 101، او بيسميه كده السمستر 1 سي سي ان اي، وسمستر 2 سي سي ان اي اللي هو اي سي ان دي 2 200 101. يعني ممكن تاخد الشهاده سي سي ان اي دي، تبقى معتمد سي سي ان اي دوليا باجتيازك لامتحان 200 120، و اي سي ان دي 1 او انك تخش السيستم الثاني اللي هو اي سي ان دي 1 امتحان 100 101، و اي سي ان دي 2 200 101. انت كده يبقى معاك سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. طب ليه سيسكو عملت النظامين دول؟ طيب اولا يا جماعه، انت عشان تخش الامتحان، عشان تبقى سي سي ان اي فويس او سكيورتي، انت فرض الراوتنج سويتشنج ده ما عجبكش، فانت عايز تتخصص في الفويس او السكيورتي، طيب هتخش امتحان سي سي ان اي فويس. اول حاجه في السي سي ان فويس عشان تخشها ريكوايرمنت، لازم تكون معاك سي سي ان راوتنج سويتشنج، لازم يكون معاك على الاقل سي سي ان راوتنج سويتشنج عشان تخش امتحان سي سي ان اي فويس او سي سي ان اي سكيورتي. فبالتالي سيسكو كانت زمان بتقول لك انت لازم تاخد شهاده سي سي ان راوتنج سويتشنج، يعني تعدي الامتحان بتاع الشهاده كلها، تمام، عشان تبقى معاك سي سي ان راوتنج سويتشنج. ليه؟ عشان سيادتك لو عايز تخصص فويس. اوكي، النظام الجديد بقى ان انت تقدر تاخد امتحان اي سي ان دي 1، ده يعتبر نص منهج الايه؟ السي سي ان اي. لو انت خدت امتحان الاي سي ان دي 1 اللي هو كود نمبر بتاعه 100 101، تقدر تخش ليه امتحان سي سي ان اي فويس، سي سي ان اي سكيورتي. بعض الناس برضو بتفضل ان هي مثلا عايزه تاخد سي سي ان اي سويتشنج كامله،
ما تخش امتحان واحد، لا تجزأهم على امتحانين يعني عشان يخف ضغط المذاكرة عليه شوية، تمام؟ فانت عندك نظامين انك تاخد بيها السي سي ان اي. انا خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم ان شاء الله، تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.